وينضم إلي أيضا عبر استديو هاتف في مدينة مصراتة سيادة العميد عبد الهادي دراه المتحدث والناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة. سيادة العميد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، مساء الخير لك وكل المشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام. نعم سيادة العميد، يعني لو تطلعنا على آخر الأوضاع والتطورات الميدانية. بسم الله. آخر الأوضاع والتطورات الميدانية بجبهة أبو قرين أو جبهة تحرير غرفة عملية تأمين تحرير سرة الجفرة، زي ما يعلم الجميع أن قوات المتمرد خليفة حفتر من فاغنر والجنجويد بدوا يوم أمس لاحظنا انسحاب مجموعة كبيرة منهم من من من, من منطقة هون وسوكنا والدانية، يعني من منطقة الجفرة بالكامل في اتجاه الشرق. أما غير ذلك فأوضاعنا داخل غرفة العمليات في توارنا في محاور قتال أوضاع مستقرة جدا. اليوم وأمس هناك طيران إماراتي مسير جاب جنوب منطقة الوشكة وجنوب منطقة أبو قرين، طيران استطلاع إماراتي مسير، رجالنا جاهزون ننتظر في التعليمات فقط. هناك حركة غير عادية داخل مدينة سرت حسب ما ورد استطلاعنا، هناك انسحاب مجموعة ودخول مجموعة ثانية، هناك تحرك للآليات. الوضع غير مستقر عند قوات المتمرد سواء في مدينة الجفرة أو في مدينة سرت، هذا ما لاحظه الاستطلاع الجوي والاستطلاع الأرضي لقواتنا. نعم سيادة العميد، يعني المؤشرات الآن تقول أن ساعة الصفر باتت قريبة للتحرير ودخول مدينة سرت والجفرة، هل سنشهد تحركا ربما وصولا إلى الموانئ النفطية؟ الذريعة التي دخل بها السيد السيسي أو الذريعة اللي دخل بها السيد السيسي في خطابه بأنه ستكون سرت خط أحمر، ها ذريعة الأمن القومي، ما هو إلا غطاء سياسي لمحاولة دخول الروس في هذه المعركة أو وضع قدم في الأرض الليبية، ولكن هم الروس الآن بعد كل الاتفاقيات وذكرت سابقا بأن العملية السياسية والعملية العسكرية يسيران في خطان متوازيان. لاحظنا انسحاب الروسي من الجنوب، نصادة تحركات أخرى، هذه الذريعة شبه انتهت، لأن مصر عندما قالت أنها خط سرت خط أحمر ما هو إلا غطاء سياسي فقط لدخول الروس، ولكن الروس الآن أصبحوا في الانسحاب. أما عن تحركاتنا نحن ودخول لمدينة سرت، الأمر المسلم به والأمر المؤكد أن أبنائنا وقوات الجيش الليبي والقوة المساندة له وبالاتفاق مع كل قادتنا سياسيين وعسكريين ومدنيين، تحرير مدينة سرت والجفرة أمر مسلم به الآن الوقت الحاضر. أما ما بعد سرت والجفرة هذا متروك للقيادة السياسية، نحن تحت شرعية القيادة السياسية المجلس الرئاسي القائد الأعلى نأتمر بأمره، سنحرر كامل التراب الليبي بعون الله، ولكن ليس في الوقت الحاضر، هناك خطط موضوعة، زمن معين، أمور سياسية ممكن تؤخر أو تقدم هذا التحرك. كذلك نحن ننتظر في أمرنا هل سنتحرك باتجاه سرت أم سنتحرك باتجاه الجفرة، هذه حسب الخطة الموضوعة. وهذا الكلام لا يقال الآن مباشرة أن سنتحرك لسرت أم سرت الجفرة، حسب ما تصدر لنا الأوامر سنقوم بتعليق، لكن الأمر المسلم به والأكيد به والأكيد هو تحريرنا لمدينة سرت والجفرة إن شاء الله. نعم سيرة العميد، يعني ما هي استعدادات الجيش الليبي لتحرير مدينتي سرت والجفرة؟ الاستعدادات منذ فترة طويلة التحقت قوات بركان الغضب القوة المساندة للجيش الليبي من كل المدن المجاورة من كل المناطق، التحقوا أبطالنا بقوات الجيش الليبي وبقادة غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة والغرفة الميدانية. الإمداد العسكري والدعم العسكري والدعم اللوجستي وصل إلى منطقة العمليات. كما أسلفت سابقا نحن على هبة الاستعداد، لا ننتظر إلا في التعليمات فقط، سواء القوات الجوية أو القوات البحرية أو القوات البرية. القوات البرية متمثلة في رجال الاستطلاع ورجال الهندسة العسكرية ورجال المشاة والدبابات والمدفعية، وبصفة عامة أبشر الجميع بأن قوات غرفة عمليات تحرير الجفرة عملية دروب النصر مستمرة، وعندما تعطى لها إشارة وساعة الصفر سنكون بعون الله في اتجاه أحد المدينتين سرت أو الجفرة. نعم أشكرك سيرة العميد عبد الهادي دراه المتحدث والناطق باسم الغرفة
أو باسم غرفة تحرير سرت الجفرة، كنت معي عبر استديوهاتنا في مدينة مصراتة، أشكرك جزيل الشكر.